فيديو اليوم رح اقضي 12 ساعة كاملين بغرفة كاملة من الثلج، الحيطان من الثلج، السقف ثلج، كراسي ثلج، تنين من الثلج، والسيارة من الثلج. فإذا أنتم جداد على القناة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، لأنه هذا التحدي رح يكون من أصعب التحديات اللي رح أعملها. حاليا هذا الباب بس أفتحه رح أدخل لجوا ورح أقضي 12 ساعة. هاي الغرفة كلياتها مسكرة بهذا الباب الحديدي اللي شايفينه، هذا الباب ما راح ينفتح الا لاكمل 12 ساعة كاملين. خلوني هلا افرجيكم الاغراض اللي جايبهم معي لهذا التحدي، جايب معي جاكيت وجايب معي جاكيت ثاني وجايب معي هات للراس وجايب معي كفوف وجايب معي كمان كاميرتين، طبعا غير هدول الكاميرتين في هاي الكاميرا اللي عم بصور فيها، فما بعرف اذا هدول ثلاث كاميرات راح يكفوني اني اضل 12 ساعة. حاليا الساعة 10:13 دقيقة الصبح، فمفروض اني اطلع الساعة 10 المساء لاكمل التحدي. خلينا هلا نبلش التحدي، وهلا راح احط لكم تايمر عشان تعرفوا قديش قضيت وقت تمام. مبدئيا انا صار لي ساعة كاملة وبصراحة كثير برادت، مثل ما كنتوا شايفين وشي صار احمر وايدي صاروا حمر وبطلت كثير احس فيهم، فمنشان هيك بدي اروح هلا البس الجاكيت الاول وبدي البس الكفوف مشان احسن اكمل 11 ساعة اللي ضلوا. شايفين الدخنة اللي عم تطلع من تمي من البرد؟ اني اروح البس جاكيت. صدقوا شباب من كتر البرد ما عم بحسن البس الكفوف. شباب مبدئيا في عندي 11 ساعة لازم اكملها، وبصراحة ما بعرف شو بدي اعمل، مثل ما قلت لكم انا موجود هون لحالي، الاغلب بدي اضل بس امشي اتحرك بحيث اني يعني اخلي جسمي ساخن عشان احسن اكمل هذا التحدي للاخير. بما انه حاليا انا ملان وما في شيء اعمله، فرح فرجيكم الاشياء الموجوده هون والاشياء المعموله من الثلج. شوفوا هون في جمل مصنوع كلياته من الثلج، طبعا هذا الجدار كلياته ثلج، وهون في فراشه، هون كمان في رسمات، في كراسي من الثلج، اكيد طاولات من الثلج، وهون كمان في كلياته اعداد شايفين كتب من الثلج، وهون في برج ايفل، وهي البوابه منفذ نجاتي. انا حسنت هلا اكمل 3 ساعات، مثل ما كنتم شايفين صارت الساعه 12. حاسس حالي اني عملت اغبى تحدي بالعالم عن جد، يعني انا اوريدي صار لي هلا 3 ساعات وبصراحه ما بعرف كيف بدي اكمل 9 ساعات، لانه عن جد كثير مبوظ وايدي بردانين ولحالي ومليت وما بعرف شو بدي اعمل. كرمالكم كرمال متابعيني رح اضل 9 ساعات كمان، بوعدكم بوعدكم اكمل للاخير. على اني لما عم بحكي شفايفي عم يتحركوا بطريقه غريبه، عن جد من البرد شفايفي مو حاسس فيهم ابدا. انا حاليا صار لي هون 7 ساعات، فباقي لي 5 ساعات بخلص التحدي، وبصراحه كثير برد وبفكر كثير اني اطلع وما اكمل التحدي، بس حاليا بما اني لبست الجاكيت الثاني رح اجرب اني اطول فتره اطول. الساعه مثل ما كنتم شايفين صارت الساعه 5:15 تقريبا، ان شاء الله احسن اكمل الاخير واحسن انزل لكم هذا الفيديو. الكاميرا الاساسيه اللي كنت عم بصور فيها بلوج اوريدي فضيت بطاريتها، فحاليا قاعد عم بشحنها. هاي الجوبرو كمان بطاريتها فضيت، فحاليا بس عم بصور بهاي وضلان فيها اخر بطاريه. الوضع كثير برد، هاي رح تساعدني، فانا هلا مفروض اني ارقص معها هون على الدانسينج فلور هاي واحرك جسمي بحيث اني ما ابرد، فهلا رح تشوفوا مهاراتي بالرقص. مبدئيا انا ميت جوع وبرد، فطلبت اكل من برا رح يجيبوا لي اياه، صار لي تقريبا اكثر من 8 ساعات ما لي اكل. بتعرفوا في شغله انا هلا كنت بفكر فيها، انا هلا اذا اكلت وبعدها بدي اروح الحمام شو بعمل؟ يا حبيبي تبهدلنا. واو هاي الاكل وصل لشغلات طيبه وساخنه، وهي الهوت شوكليت. هاي الغرفة غير انه كلياتها ثلج، كمان شو رح تشوفوا انه السقف كلياته صاير مثل براد، يعني هذا الصوت اللي سمعانينه حاليا هو صوت الهواء البارد اللي عم يطلع للغرفة، فرزت حاسس حالي دجاجة مجمدة. اوريدي صارت الساعة 9، ساعة واحدة بس وبكون خلصت التحدي، عشان تعرفوا عامر شو لما يوعدكم بسويها. بحب اخبركم واقول لكم انه صارت الساعه
10. صار لي هون بهذا المكان 12 ساعة. مو متخيلين قديش الموضوع صعب انه واحد يقضي 12 ساعة بمكان مثل هذا، لانه الصراحة كنت متوقع انه بجوز ما احسن اكمله او ما احسن اعمله. فيا واخيرا خلصت التحدي، لازم اطلع لبرا، بعد فيني اتحمل. افتحوا لي الباب. يلا.